حاليا الكرنت ستيتس انه عندي اول شيء خلصت من فانكشن اسمه بيسك فورمولا. قلت بيسك فورمولا، البيسك فورمولا بكل بساطة كان يطلع لي يقسم لي اللاعبين بس لثري كاتيجوريز: فورورد، ميدل، ديفنس. فورورد، ميدل، ديفنس بيزد اون فورورد سكور، ميدل سكور، ديفنس سكور، حسب الفيتشرز. بعديها دخلته، طبعا بغض النظر عن البالانس والرينج، وانه بناء على الريكويرمنتس انه ما يصل مثلا فورد اكبر من 5، كل هاي الريكويرمنتس اللي مشروحه. دخلته على فانكشن ثاني اسمه قد انا فيه خلصته قد ادفانسد فورميشنز، اللي هو بيقسم الفورميشنز ل 5 كاتيجوريز. اول كاتيجوري فورورد بلايرز، ثاني كاتيجوري فورورد ميدفيلد بلايرز، ثالث كاتيجوري ديفنس بلايرز، رابع كاتيجوري ديفنس ميدفيلد بلايرز، وفي خامس كاتيجوري ميدفيلد بلايرز. فورورد، فورورد ميدفيلد، ميدفيلد، ديفنس ميدفيلد، وديفنس. طبعا كيف قسمتهم؟ بناء على السكورز. اللاعب عندي بتقارن، اذا كان على سبيل المثال، يعني بدي اعطيك بس مثال سريع، اللاعب اذا كان عندي دفاع، كيف بدي اعرف انا وين احطه دفاع ولا كيف بدي اعرف احطه انا ديفنس ولا ديفنس ميدفيلد؟ بقارن السكور تبعه الديفنس مع الديفنس ضرب اثنين، اسف، بقارن السكور تبعه الديفنس مع مجموع الميدفيلد مع الديفنس، مجموع الميدفيلد مع الديفنس بقارنه مع الديفنس ضرب اثنين. الاعلى اذا كان الاعلى ديفنس بخليه ديفنس بيس اللي هو ديفنس، واذا كان الاعلى المجموع الميدفيلد مع الديفنس بخليه ديفنس فورورد. وبنفس الطريقة الفورورد مع الفورورد ميدفيلد برجع اللعب بقدمه حسب السكور. يعني بتهيألي كل اشي منطقي، وهيك هيك هيك كان موجود في البرنامج القديم. وحاليا بس بعد ما اخلص ان شاء الله من الجد ادفانس، خلصت انا الجد ادفانس فورميشن ستيبل لحد الان، بس بضل علي اعمل كويري للبوزيشنز اكس واي، وبس بعمل كويري للبوزيشنز اكس واي وبعملهم بطبعهم على الديسبلاي. وانا حكيت لك تقريبا اسبوع كم من يوم، احنا ساتردي، انا حكيت لك الثلاثاء اسبوع، يعني ليوم الثلاثاء، يعني بدي احكي لك بالكثير للخميس، والارجح انه يعني انت شايف في بالفينش، انا اخر شيء ارجح انه قبل يوم الثلاثاء ان شاء الله. يعطيك العافيه.